اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، جبت لكم معايا لعبه ايه النهارده. ايه ده، الله، دي شكلها لعبه تكنن. هنعمل مع بعض سلايم اليونيكورن. ايه ده، هو احنا كمان اللي هنعمله بنفسنا، متخيلين؟ بصوا هنا كمان بقى عندنا لون الايه البامبا ولون الرينبو ولون ميتاليك، وهنا اللون النيون والكليتر. الله، شفت شكله حلو ازاي. هنفتحه بقى ونركب الشطه الفظيعه دي، مكتوب عليها سلايم كيس، واحنا كمان اللي هنعمله بنفسنا. اوكي، بص بقى، فتحنا محتويات اللعبه. معانا هنا اول سلايم، بص لونه اخضر، شفتوا شكله حلو ازاي اهو. قاعدين بقى بنلعب بيه كده، واهي قاعدين بقى بنبططه. الله، لونه بقى فيه كليتر كده وبيموت كمان معايا قوي. شفت شكله حلو ازاي. دي كده معانا اول سلايم لونه اخضر. نشوف بقى معانا ايه تاني في بقية الايه الشنطة. وهنا بقى دي علبة لونها موف، وهنا بقى معانا ده الباودر بتاع السلايم في لون البينك ولون هنا الايه الاصفر. اوكي، هنفتحه بقى كده اهو. حطينا بقى اللون الايه البينك، واحنا بقى بنختار احنا عايزين نعمله ازاي. ممكن نحط هنا بقى اللون الاصفر. اهو نحطه بقى كده كله. اهو كده حطينا الاصفر، وهنا بقى معانا الايه الجليتر فيه ستارز كده لونها فاتي. هنحطها بقى كده هنا حبه، وهنا حبه. الله، شفت بقى الاتنين. لسه هنكمل بقى بقية الشغل. وهنقفل بقى العلبة الاولانية، حطينا بقى فيها شوية مية، وهنا حطينا شوية مية، وقفلنا العلبتين. بعد كده هنرجهم، اهي نقعد بقى نرجهم كده. بعد كده بقى خلاص السلايم نشف. بص بقى شكله عامل ازاي. الله، وفي كمان نجوم. واو، شفت شكله فظيع ازاي. لا ده شكله فعلا حلو قوي اهو. ممكن نحط بقى فيه ايه الحصان اليونيكورن ده. هنا اول سلايم معايا، وهنا بقى ده التاني اللي هو لونه اصفر. بص بقى لونه اصفر في صفارك ازاي. الله، بيتمط بقى كده كمان، وفي نجوم كتيرة قوي. الله، شفت شكله حلو قوي. وهنا بقى دوت الايه البينك. بصوا الاصفر والبينك ممكن نحطهم الاتنين فوق بعض، نشوف يا ترى هيدونا لون ايه. بصوا هنلفهم بقى كده ونقعد بقى نفعصهم الاتنين جوا بعض. وهنا بقى في حصان اليونيكورن. اوه بصوا شكله، مبسوط بقى جدا. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا اللعبة الفظيعة دي. اتمنى يا اصحابي ان هي تكون عجبتكم. بليز بقى قوليلي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. طب انا قطع لعبة الاطفال عشان نجيب لكم سلايمز تانيين كتير. وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات لعبة الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.